على أحوال الطقس مع موبيليس. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسبة رطوبة عالية ستميز يوم الغد بحول الله أيضا السواحل خلال الصبيحة، تتبع أجواء مشمسة إلى قليلة السحب خلال الظهيرة نحو السواحل، لكن بالمناطق الداخلية خلايا رعدية ستنشط على أغلب المناطق لتكون مرفوقة ببعض الأمطار الرعدية، أحيانا أيضا ببرد. قد تنتقل هذه الأمطار ليلا نحو السواحل الغربية، جنوبا صفات على الجنوب الشرقي ووسط الصحراء، وأجواء مغشت ورعدية من شمال الصحراء نحو الجنوب الغربي وكذلك أقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 19 إلى 22 درجة على أغلب المناطق الشمالية، لتقارب 24 درجة على مقياس بقسنطينة وتبسة، جنوبا ما بين 26 إلى 30 درجة بشمال الصحراء والجنوب الغربي، 31 درجة بمدينة ورقلة وحسن مسعود، لن تتعدى 23 درجة بثمن راس وجنت، وال34 ستكون كأعلى مقياس بوسط الصحراء. أما خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تبقى فصلية على السواحل، مقاييس ما بين 30 درجة بوهران والعاصمة إلى 33 درجة بعنابة. أما بالمناطق الداخلية سترتفع لتقارب 40 درجة بعين دفلة، 41 بقسنطينة بتبسة وقلمة. بشمال الصحراء تصل لغاية 44 درجة، 37 درجة فقط بثمن راس وجنت، بينما تبقى دائما أجواء حارة تميز الواحات وسط الصحراء لغاية أقصى جنوب لتصل إلى غاية 47 درجة تحت الظل محليا. البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ على كافة سواحل، الرياح ضعيفة تماما متغيرة الاتجاه، درجة حرارة مياه البحر تبقى معتدلة تقارب 23 درجة مئوية. جولة خاطفة إلى بعض العواصم العربية، الأجواء ستبقى مشمسة على العموم إلى مغشى جزئيا بجدة بصنعاء والخرطوم، درجة الحرارة تصل إلى 37 درجة بالقاهرة، 38 درجة بدمشق وأبو ظبي، تقارب 32 درجة فقط بصنعاء، 36 بجدة، ترتفع إلى غاية 42 درجة بالخرطوم و46 كعلى مقياس ببغداد والكويت. نعود إلى أرض الوطن على مستوى العاصمة، وقت شروق الشمس الخامسة صباحا وأربعة وثلاثين دقيقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. اطلعوا على أحوال الطقس مع موبيليس.